منتخب مصر بيواصل تدريباته استعدادا للقاء منتخب الكونغو الديمقراطية وصيف المجموعة السادسة في دور ال 16 بكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. هنتكلم النهارده عن كواليس استعدادات منتخبنا للمباراة وازاي هيتعامل معاها فيتوريا. كل ده هنعرفه من الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ رانيا، وصباح الخير على كل المشاهدين. كلمنا في البداية عن كواليس تدريبات منتخب مصر امبارح. الحقيقة طبعا روي فيتوريا بيعمل جيدا على تجهيز مجموعة كبيرة من اللاعبين، خاصة حراسة المرمى، يعني أبو جبل في قمة التركيز، وبالطبع روي فيتوريا بيذكر أبو جبل إنه قام بهذه المهمة من قبل. يعني أبو جبل في 2021 في الكاميرون تعرض المنتخب لنفس الإصابة من محمد الشناوي وخروجه من التشكيل وخروجه من المعسكر، لكن أبو جبل قدر كبديل إن هو يتألق مع كيروش. فروي فيتوريا بيجهز تجهيز خاص عشان هذه المباراة التي تعد من أهم المباريات بالنسبة له، بالإضافة بالطبع إلى إنه بيتعرض أيضا إلى تجهيز بديل لإمام عاشور اللي تعرض لإصابة عادة منها. يعني الحمد لله كانت إصابة خفيفة رغم إنها كانت ارتجاج في المخ، لكن الحمد لله لعب بخير، فبالطبع بيجهز بديل آخر لإمام عاشور على أساس إنه هو يبقى في الارتكاز بجوار سواء بقى مروان عطيه او النني. يعني الحقيقه كمان انا كنت لسه اسال حضرتك مين اللي هيكون بديل امام عاشور في المباراه اللي جايه؟ هو قدامه اما ان هو يدفع بحمدي فتحي جنب مروان عطيه لو هو هيلعب اثنين ارتكاز، او ان هو طبعا هيضطر مع النني ان هو يلعب مع النني ومروان عطيه وحمدي فتحي، الثلاثه دول ممكن يكون هو البديل، خاصه ان هو هيغير طريقه اللعب بتاعته لانه طبعا. طيب مهند لاشين ممكن يلعب؟ يعني متوقع ان هو يلعب؟ هيبقى يعني دي هيبقى حمل كبير على مهند لاشين، لان مهند لاشين ما لعبش المباريات السابقه، فمعنى ان هو يحمله هذه المباراه الاقصائيه هيبقى ضغط نفسي وعصبي على اللاعب، وهو عايز اللعيبه الجاهزه المتجانسه للعبه الثلاث ماتشات السابقه، لان مهند لاشين لم يدفع بيه فيتوريا حتى في كاحتياطي او في وقت بديل ضائع، يعني ما لعبوش حتى خمس دقائق، فهو فيتوريا مش هيغامر مغامره كبيره جدا رغم جوده اللاعب، لكن هو قدام مباراه اقصائيه فهو عايز اللعيبه المتناغمه المتفاهمه، خاصه ان هو بيجهزه نفسيا وبدنيا، فبالتالي هيبقى صعب على مهند لاشين، لكن انت عارفه المدربين ممكن يغيروا ارائهم في اي وقت. طيب محمود حماده ملوش فرصه؟ ولا محمود حماده برضه، احنا بنتكلم لاني احنا بنتكلم عن مباراه صعبه امام فريق قوي، فريق يحتاج الى دفاع قوي، يعني المغرب نفسها اللي هي بتلعب كره هجوميه غيرت الطريقه بتاعتها وغيرت شكلها امام الكونغو ولعبتها بالطريقه التقليديه اللي هي زي ما احنا بنسميها كده تحفظ دفاعي مع هجمه مرتده، فانت عايزه لعيبه تكون لعبت مع بعضها تجانست مع بعضها، مش محتاج ان انت تغامر تحط عنصر لسه ما لعبش زي ما حصل في مباراه كاب فيردي عندما دفع احمد فتوح في الجهه الشمال ثم اضطر الى تغييره لانه مش متجانس مع اللعيبه وما لعبش قبل كده يعني ثلاث مباريات او مباراتين رسميتين، فبالتالي صعب على فيتوريا انه يدفع بلعيبه ارتكاز يحتاج فيها للياقه بدنيه عاليه الى تركيز الى تفاهم متجانس مع اللعيبه. هو الحقيقه احنا قابلنا منتخب الكونغو الديمقراطيه كتير في مباريات كتير في بطولات مختلفه، لكن كلمنا المره دي بقى في البطوله الحاليه نقاط الضعف والقوه عند منتخب الكونغو الديمقراطيه. لا الكونغو يعني الكونغو احنا قابلناها كتير جدا وفوزنا عليها كتير جدا، ومن كان بتبقى بالنسبه لنا مباريات سهله جدا، لكن المره دي الكونغو فريق بيلعب بقوه بدنيه عاليه، عنده يعني سيطره على الكوره وايضا اندفاعات هجوميه، عنده اجنحه سريعه تقدر بتتحول من حاله الدفاع للهجوم بشكل جيد جدا، احنا شفناها مع المغرب رغم تقدم المغرب 1-0 عليها، لكن استطاعت الشوط الثاني ان هي تضغط المغرب وترجعها لمنطقه ال 18 ثم استمرت في الهجمات وتنوع الهجمات، هم بينقلوا كوره بشكل جيد جدا على الارض، لكن عندهم سيارات دفاعيه في حاله التحول الهجومي من مباراه يعني التحول الهجومي للمنتخب المصري، لو هو فيتوريا طبعا هيلعب بنفس الطريقه وهيتخلى عن طريقته اللي هي لعبه الكره الهجوميه بمعنى اصح،
فهو مضطر ان هو يلعب بثلاث يعني ثلاث لعيبه في تحت مصطفى محمد يتمتعون بالسرعه الكافيه، يعني زي تريزيجيه من الناحيه الشمال، مصطفى فتحي من الناحيه اليمين. طيب الثغرات الدفاعيه اللي عندنا يا فندم، عشان يستغل ثغرات الدفاع بتاع الكونغو ديمقراطي. استاذ طارق، الثغرات الدفاعيه احنا ممكن نعديها ازاي ونعالجها ازاي في الماتش اللي جاي؟ الثغرات اللي عندنا يبقى لابد ان هو اللعيبه تركز كويس جدا في الناحيه الذهنيه، يعني هم لازم يكون في تفاهم خاصه بين اللعيبه الاثنين الارتكاز اللي هو احمد حجازي ومحمد عبد المنعم، كمان لابد من مساعده محمد حمدي في الناحيه الشمال ومحمد هاني في الناحيه اليمين. هنا بتيجي الادوار الدفاعيه لخط النص، لعيبه خط النص ولاعيبه ايضا الارتكاز، يعني على امام على مروان عطيه لو هو لاعب ان هو يساعد كتير جدا من ناحيه محمد حمدي، كذلك بتبقى في ادوار دفاعيه للاعيبي الهجوم اللي هم الثلاثه اللي تحت راس الحربة. احيانا بنشوف مصطفى محمد بيرجع يساعد في الدفاع، لكن علينا ان احنا نركز تركيز كبير جدا خاصه في حاله الاختراقات من العمق، ان احنا ما نديش فرصه للاعب ان هو يسيطر على الكوره في منطقه 18، ان هو يلف او يشوط من منطقه 18. كمان الكرات العرضيه بتعمل عندنا مشكله خاصة في حالة لما يكون عندهم لاعب طويل أو لاعب بيعمل جامب عالي، فبالتالي دي ثغرات لابد إن اللعيبة كلها تساعد بعض خاصة في التحول العكسي أو إن هو يدافع دفاع عكسي، فبالتالي يقدر يسد الثغرات اللي هي موجودة دلوقتي. وأعتقد فيتوريا بيشتغل على هذه الثغرة أو الأخطاء اللي بتحصل من الدفاع، لأن هي بتبقى هفوات. يعني انا عايز اقول لك ان دفاع مصر خط الدفاع بتاع مصر دفاع قوي، رغم ان البعض بيرى ان في 6 اهداف احرزوا فيه، لكن انا شايف ان هو الهفوات اللي بتيجي من المدافعين هي اللي بتخلي الاجوان تيجي، ودي بتبقى لحظه سرحان وليس وعدم تركيز وليس اخطاء متعمده، فبالتالي الدفاع عندنا دفاع مميز، عندنا لعيبه مميزه، حتى لو كان البعض بيرى ان احمد حجازي بيخطئ، لكن دايما بتعتمد على الاسماء الكبيره اللي هي لها خبرات اكثر في وضع في خط الدفاع عشان تقدر تشيل المسؤوليه. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، ونتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا دايما. ودلوقتي هنرجع لجمانه ومحمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمياء، وكل التوفيق يا رب ان شاء الله لمنتخبنا الوطني بكره امام الكونغو في كاس الامم الافريقيه.